تخيل أن في أوروبا كان يعتبر ركوب المرأة للخيل قلة حشمة وحياة. تعالوا أخبركم ليش. في القرن 12 ميلادي كان ركوب المرأة على الخيل أمر غير مقبول. السبب يعود لأن النساء في تلك العصور كانوا يلبسون تنانير طويلة وسميكة غير مناسبة للجلوس بشكل منفرج الساقين، ولأن في العصور القديمة كان الرجل هو فقط من يمتطي الخيل ويقوده، بينما النساء يركبن على الخيل خلف الرجال. كانت المرأة تجلس بشكل جانبي على ظهر الخيل، أو تجلس المرأة خلف الرجل ممسكة بخصره، أو على مقعد صغير مبطن أو سرج مخصص لهن. والحين خبرونا، عرفتوا شو القصة؟